الله الله يا زمان، زي الوقت من مماتني واخواتي على براد الشاي نضحكوا ونهدرسوا ومرات نتعاركوا ونبكوا. الله قديش الحوش كان ضاوي بيه. واليوم يحلوا معاك بروحك في حوش جديد وكبير، لا في من يهدرز عليك ولا في من يخش ولا من يطلع. حوشنا الكبير بنلم فيك العيلة ونحط البراد على النار ونشعل الفتيل. لا بأس، خيرك شو في؟ خير وهناك ما في شيء. علي المبروك والنبي شفي تكلم. الفرقة واعرة يا مبروك. الناس لولا قالت عاشر يا معاشر ولابد من الفراق. قعدت بروحي مبومة لحد من يهدرز عليا، لا من يخش ولا من يطلع. بعد الزهاء والطرب كنا نستنوا فيكم من تطلع، نحاولوا هذاك الردوات ويبدا هذاك الجوست وهذاك الضحك وهذيك الهدرزه يفوت الوقت من غير ما نحسه. الله عليك يا دنيا. عندك حق، الناس الباهيه ما تنهانش. تو ناجي من قشب يخدم كان في بنغازي، عنده اولاد عم غادي فاتحين في امريكا، بعتوا له قالوا له تعال اخدم معانا وعيش بينا. والطار مسكين عايه من مشي والجاي للجنوب. هيا نوض يغسل وجهك ودلين لي هذاك الكسيكس والمعهود، وربي يرزقنا بجيران جدد زي ناجي والطار ولا خير. اللهم امين. حس صغار جوع